سعيدين جدا مشاهدينا الكرام انه يكون ضيفنا في الاستوديو الاختصاصي اختصاصي الارشاد النفسي الاستاذ محمد يونس علي يونس، وحديث عن المشكلات اللي بيعاني منها الاطفال زي الكذب والسرقه والغضب والتبول اللا ارادي والعصيان والعدوانيه، وهي مشكلات كثيره، ولكن تحديدا نحن اليوم حنتكلم عن العناد بصفة خاصة، لأنه يمكن العناد يؤدي لعدد برضو ويكون بالنتيجة يؤدي لعدد من المشكلات اللي ذكرتها قبل شوية. مرحبا بك أستاذ محمد يونس علي يونس، وسعيدين بك في الاستوديو. صباح الخير أخت شاهندة. صباح الفل. والتحية لكل مشاهدي قناة الحرية والجمال، ونبارك للشعب السوداني. الله يسلمك. إجراء الاتفاقية والتوقيع إن شاء الله يتم على خير يا رب، ونتمنى إن شاء الله البلد تنعم في خير وفي نماء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله اليوم ده يكون فاتحة خير على الجميع إن شاء الله. بداية خلينا نتكلم عن الطبع المزاجي للطفل في سنينه الأولى، كيف ممكن يعني شنو طبع مزاجي وكيف ممكن نتحكم به، وكيف الأهالي يطوعوا مزاج الطفل ويحطوه في الطريقة الصحيحة. طيب، إحنا لو نظرنا للطفل، أول مصدر للمعرفة بالنسبة له اللي هو الأم، ومن ثم بعد ذلك بيكون الأم والأب والأخوان. بعض مرات نحن عندنا أطفالنا بيكونوا عايشين في أسر ممتدة، فتأثير الخال ده سابقا والأم حسي بقى شوية في انغلاق. أيوة بقى في صحيح. فده كله بيلعب دور كبير في تكوين مفهوم الطفل حول نفسه أو حول كيف يتعامل مع حاجاته ومع أخوانه، ومن ثم ينطلق إلى الشارع، يتمثل في الروضة، في المدرسة، بشكل تعامله مع مثلا أغرانه من الجيران أو أولاد أهله. ممتاز. طيب قبل ما نطلع للشارع، خلينا لسه في محيط الأسرة. الطبع المزاجي للطفل يعني هو بحديثك ده إنه هو حاجة مكتسبة، ما حاجة فطرية بيولد بها الطفل، يعني الطبع المزاجي للطفل العناد وخلافه أو العصبية وغيره بيكتسبها مثلا من الأم والأب وأخوانه، ولا حاجة فطرية بيتولد بها؟ الحاجات دي متكاملة مع بعض، فالوراثة بتلعب دور في الموضوع، وكذلك الحاجات المكتسبة بتلعب دور، الاثنين مع بعض بيتجمعوا بشكلوا لنا شخصية ظاهرة في البيت ببصمتها. عشان كده نحن بنلاقي في أفراد الأسرة الواحدة بيكون في اختلافات ما بين الأفراد، الأخوان بيكونوا أخوان أشقة وعايشين في بيت واحد نفس البيئة ونفس التفاصيل، لكن بعض مرات بيكون في اختلافات. الاختلافات دي ممكن نرجع السبب الأول الأساسي، ممكن يكون الثقافة المكتسبة أو الحاجات المكتسبة نسبة للمدخلات ممكن تكون فيها شيء من الاختلاف. أيوة. ما بين مثلا الأول في البيت والآخر في البيت، ترتيبه ذاته بيلعب دور في الحتة دي. كذلك الوراثة، فالتأثير بعض المرات بيكون في تفاوت فيه. الوراثة بنسبة كم؟ لأنه أنا لما سألتك السؤال قلت لك هل هي مكتسبة ولا فطرية، لأنه مرات بتلقى أم وأبو في منتهى الهدوء، وطفلهم لما يجي ويوصل السنة الأولى مثلا بيكتشفوا إنه هو عدواني وعنيد، فبيستغربوا إنه كيف أنا هادي أو أبوه هادي وهو ليه طالع بالشخصية الشرسة والأجريسيف كده ليه. فدي معناه ممكن تكون وراثية حاجة لورا، ممكن تكون يعني هو بقول لك ممكن يكون الجد عنده تأثير جينات. أيوة جينات بتصهر في حين أنه ممكن يكون الطفل ما قاعد مع الجد فترة طويلة عشان يكتسب منه أو كلام زي ده. كذلك في حاجات بتصهر نحن ما بناخدها في الحسبان، يعني مثلا شكل التعامل، ممكن الأب والأم هادين جدا، لكن بعض المرات الإهمال ده بيؤدي للهدوء، ده بيؤدي لإهمال، فأنه كون الأم هادية أو الأب هادي فبيفترضوا إنه الطفل يطلع هادي. أيوة. غير كده بعض المرات الطفل بيكون عنده حاجاته بيعبر عنها بالبكاء، بيعبر عنها بأنه داير يطلب حاجات مثلا لسه ما تعلم الكلام، فبيلجأ للبكاء، بيقدر يحرك ايوه، فده دلاله على انه في احتياج مفترض يغطى. فلما يحصل اهمال من الام او عدم انتباه، فده بيجي بنتائج عكسيه. ممتاز، انت اثرت حسي نقطه مهمه جدا، انه ممكن يحصل اهمال من الام والابو في ترجمه احتياجات الطفل ده اللي بيعبر عنها بالبكاء. معناها نحن هنا في الحاله دي وفي المرحله دي محتاجين برضو ناهل الام والابو لانه هم يتعاملوا مع الطفل، صح؟ بالتاكيد. المفروض انه قبل ما يحصل انجاب او في مراحل الحمل انه الام والابو يزوروكم انتم مثلا، او ما بعرف في مختصين ثانيين، انه تعلموهم ستيبس كيفيه التعامل مع الطفل الجاي، صح؟
أكيد. فنحن لو لاحظت في مجتمعنا السوداني بنعتمد على التربية التقليدية. الحاجة اللي ربونا بها نحن دارين نربي بها. وعندنا مقولة مشهورة بأنه زمان كان الشارع بيربي وعنده دور في التربية. والجار بيربي والجد. لكن لو رجعنا لكلام سيدنا علي كرم الله وجهه قال عدوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. فالزمن اللي تربينا فيه ونحن لما كنا أطفال بالتأكيد بيختلف اختلاف تام عن أنا أسي بقول لهم أنه الشارع حاليا لو ما عملنا منه انتي فيروس الولد بيشتغل عليه في شهر وشهرين بيمشي الشارع بينضرب بفيروس بسلوك جديد يجيبه يداخل به البيت بنستغرب أنه اكتسب الحاجة دي من وين وجابه من وين. فده بيتطلب أنه يكون الأم والأب على وعي ودراية تامة بخصائص الطفل النموية تحت النمو والخصائص في كل مرحلة عمرية. أيوة في كل مرحلة احتياجاته شنو ودوري شنو أنا كأب وكأم مفترض أوفر الجانب الوقائي والجانب النمائي. أنا نمي فيه سلوكيات تكون خير سند له في إعانته للمرحلة الجاية. ممتاز. طيب بما أنه نحن بنتكلم عن صفة العناد فأنا عاوز أعرف صفة العناد دي بتكون بارزة بشكل أكثر في فترة المراهقة ولا في السن اللي هي تحت العشر سنوات في مرحلة الطفولة؟ ومتين نقدر نسيطر عليها؟ أصلا صفة العناد بتكون ظاهرة بشكل أبرز متين فيها مرحلة عمرية والأفضل نسيطر عليها فيها مرحلة عمرية؟ طيب هي فترة هي صفة العناد بتبتدي مع بداية تعلم الطفل للمشي والكلام من السنة الأولى. دائما بتكون من السنة الثانية. الثانية عادة إذا كان تعلم المشي قبل يتم سنتين فدائما فترة العناد بتصهر من بعد السنة الثانية أو خلال نهاية السنة الثانية. فلو لاحظنا أول الكلمات اللي ممكن يتعلم الطفل اللي هي كلمة لا رب. أيوة. فهي دي مرحلة هنا طبيعية جدا ما فيها مشكلة. ليه؟ لأن الطفل قبل الفترة دي هو بيعتمد على أمه اعتماد تام في كل تفاصيل حاجاته واحتياجاته. فهنا مجرد ما تعلم أنه يمشي ويتكلم فداير يعتمد على نفسه. الموضوع ده بتم تلقائيا بدون يكون في توجيه من الأم والأب أنه أنت مفترض تعتمد على نفسك لأنه لسه ما وصل للوعي والإدراك ممكن نوجه له كلام زي ده. فهنا بكون مرحلة طبيعية الشكل تعاوننا معه هو اللي بيحدد الفترة الطبيعية تمر بسلام وأمان. تمام. أو ممكن تستمر أكثر من كده. تمام. إذا ظهر العناد في فترة المراهقة ده يدل بدل على أنه أصلا فيه مشكلة في شكل التعامل مع المراهق. هي فترة المراهقة طبيعي يكون فيها عناد صحيح؟ أيوة. لأن هي مرحلة بناء شخصية مرحلة تكوين ذات وتمرد على أيوة. المراهق دار يعتمد على نفسه. إذا كان هو طالع من فترة الطفولة لمرحلة رشد فبالتأكيد داير يتخذ قراراته وبراءه وداير يعتمد على نفسه داير يكون عنده حاجاته الخاصة. ما داير زول يملي عليه. ممتاز. فبصمته بتوضح في الحتة دي شكل تعاملنا معه مع المرحلة دي هو بحدد اسلوبه كيف يتعامل مع ناس البيت. وهو باعتباره سفير للأسرة. لما يطلع برا بيعكس شكل التربية كيف شكل التعامل. طبعاً. أيوة. طبعاً المراهقة مرحلة حساسة جداً جداً يا أستاذ. يعني التعامل معها التهاون في التعامل مع المراهق يؤدي لمشكلات كبيرة جداً مستقبلاً. والتعنيف كمان أيضاً. أيوة. في التعامل مع المراهق أيضاً بيؤدي لنتائج عكسية وسلبية. أيوة. فالطريقة المثلى للتعامل مع المراهق لا عاوزين نكون متهاونين ولا عايزين نكون معنفين تماماً. أيوة. شنو هي الطريقة المثلى؟ إنه مثلاً نجيب المراهق ده ونتكلم معه ونتحدث معه أعمل كده ما تعمل كده ولا نشركه في صناعة القرار في البيت ولا كيف؟ أدينا خطوات تكون بسيطة. إنه طبعا أكيد يعني معظم البيوت السودانية فيها مراهقين ومحتارين جدا يتعاملوا معه كيف، فعاوزين خطوات بسيطة كيف تعمل مع المراهق. جميل. قبل شوية تكلمنا عن أنه مفترض نحن يكون عندنا وعي إدراك بالجوانب الوقائية والجوانب النمائية أنه أنمي فيه سلوكيات حسنة وإيجابية وليها علاقة بالقيم في دين الإسلامية وشبع بالقيم الإسلامية. غير كده شكل التعاون ما يكون على المواقف انتظر الخطأ يحصل وبعد ذاك أنا أقوم أعدل الخطأ. يبقى معنا أنا تربيتي تربية مختصة بالجانب العلاجي فقط. أنا بعالج الأخطاء اللي بتحصل. أيوة. فأنا ما ملكت مهارات وما ملكت أساليب أنه يقدر كيف يتعامل بها مع المرحلة دي. إذا معنا قبل يخش طور مرحلة المراهقة مفترض أنا كولي أمر أكون مستعد للمرحلة دي بالحوار وبالنقاش وبأدي وثقة ما بيني وبين ولدي أو بنتي المراهقة. لأنه من أكثر الحاجات اللي بتسبب مشكلات ما بين المراهق وذوي أهله أيوة اللي هي عدم توفير الاحتياجات اللي بنتظر المراهق من الأم والأب. زي شنو هي الاحتياجات؟ الأولى بناء علاقة إيجابية أنه لازم يكون في علاقة إيجابية ما بين صحوبية أيوة. واحد. الحاجة الثانية
اللي هو التركيز على الإيجابيات. نحن السلوكيات الإيجابية اللي أيوة. بيعتبرها المراهق. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه اتبع السيئة والحسنة تمحها. فأنت لما تركز على أخطائي فقط، إذا معناه أنت بتقودني على أني أنا أتعامل معك بعنف، لأنه بترسم لي في ذهني أنك أنت شخصية بتعاين للحاجات الشينة فقط، الحاجات الكويسة والإيجابية ما بتعاين لها. طبعا بالتأكيد الأم والأب دارين أولادهم يكونوا أفضل منهم، فأي خطأ بيحصل هم بيقفوا عليه ودارين يتكلموا فيه، ما بيدوهم المساحة والمجال الممكن هو يتعلم من أخطائه بنفسه. غير كده ما بينتبهوا للإيجابيات. فدي من أهم الاحتياجات الممكن يحتاج المراهق، شنو الحاجات الإيجابية فيه ونشتغل عليها. ممكن تكون حاجات بسيطة جدا، نحن للأسف بنخدها بأنه ده الاحتياج المفترض يكون كده. ما الاحتياج يكون كده؟ لأنه في مرحلة اكتساب معرفة، فلازم يخطئ. إذا كان نحن كبار قاعدين نخطئ، فما بالك بطفل في مرحلة ومنتقل لمرحلة الرشد. على ذكرك لكلمة اعتيادي، أنا يعني الوالدة والوالد الله يديهم العافية كانوا بيتعاملوا معنا أنا وأخوي، إنه مثلا لما نجيب نتيجة كويسة في المدرسة بنكون جايين فرحانين ومنتظرين جائزة، منتظرين حاجة محفزة لنا. فهم بيقولوا لنا مشكلة شنو، ده العادي، ده أصلا أنتم مفروض تعملوا إنكم تكونوا شاطرين في المدارس، ده ما غريب عليكم. فنحن هنا بنحس بشوية إحباط إنه نحن اجتهدنا وذاكرنا واو، في الآخر يجوا يقولوا لنا ده العادي، مع إنه هم شايفين إنه هم بيحاولوا يحفزونا كده، إنه ما تنتظروا مقابل كل عمل إيجابي تقوموا به، ما تنتظروا جائزة مثلا، ما تنتظروا، يعني هم بيحاولوا يفهمونا إنه ما تكونوا طماعين في الحياة دي، ما تنتظروا مقابل لكل شيء. هما دي نظرتهم كده، ممكن قد تكون، ممكن أنا حاليا شايفة إنه فعلا هي صحيحة كانت لحد كبير، لكن ممكن التحفيز يكون بكلمة مثلا، حاجة ما لازم هدية، ما لازم كذا، صح؟ لكن الحاجة دي لو ما تواجدت ما بين الأم والأب في البيت فما بيقدر يعكسوها للأبناء. فنطلع شوية من الجانب بين العلاقة ما بين المراهق أو الأولاد والآباء، علاقة الأم والأب مع بعض. في كثير من الآباء الواحد لما يجي داخل البيت يلقى البيت مرتب ومهندم وشكله جميل، فبيحتبر انه ده الاحتياج، ايوه ده العادي، المفروض تقوم به والمر، كلمة الشكر لزوجته باعتبار انه حسب مفاهيمنا احنا انه ده واجبة، ايوه ده واجبك. فلما نحصل العكس بتحصل الجوطة هنا، بالضبط، البيت شكله مبهدل كده وليه ما مرتبين. طيب لما كان الحاجات دي جميلة وظريفة ليه ما تكلمت ولا لاحظت؟ فبنفس المفهوم ده والغدر ده، فمفترض يعكس للأولاد. ايوه، فحاجات نحن ما يعني مشربين بها وقاعدين نتعامل بها مع بعض نحن الكبار، فصعب جدا نحكيها ليه لأولادنا، لأنه هنا لا تنهين عن فعل وتأتي بين عارون عليك. أيوة. دفعت عظيم، خصوصا إنه الأطفال يعني تعليمهم بصري بالدرجة الأولى، بيكون بيشوفوا اللي بيشوفوه قدامهم بيطبقوه بحذافيره طبعا، غير إنه أنت تملي عليهم تعليمات معينة. فالأفضل إنه التعليمات دي تمارسها فعلا أنت في البيت بين الزوج والزوجة. أكيد. والكلام ده نحن لسه بنتكلم في موضوع العناد، وقلت لنا ستيبس بسيطة كده، معناها إنه نحن تعليمنا للطفل وتربيتنا للطفل تكون وقائية قبل ما ندخل في مسألة المراهقة. أيوة. وإنه يكون عنيد وخلافه. طيب أيوة. بالنسبة للتلفزيون برضو، إنه هو بيعلم غير المدرسة وغير الشارع، كمان جلوس الطفل لفترات طويلة قدام التلفزيون، مشاهدة أفلام كرتون معينة فيها ما فيها من العنف يمكن وخلافه، برضو هي عنصر أساسي في التربية، وبرضو ممكن تقودنا لأنه هو يتسم بصفة العنف. أكيد، لأنه نحن لو لاحظنا القنوات المخصصة للأطفال، فأثبتت الدراسات أنه 85% مما يقدم للأطفال المحتوى. هو عنف. ولو لاحظنا للأطفال بيقعدوا في التلفزيون أو أمام التلفزيون بالساعات. صح. فمعظم تركيزه بيكون على المواد اللي فيها عنف دي. وممكن كمان يمشي يطبقها. غير الآثار الجانبية الأخرى اللي لها علاقة بالأكاديميات، نحن لاحظنا الكرتون اللي بيقدم للأطفال أو البرامج عموما موجهة للأطفال للأسف ما بتتكلم عن المدارس، ولا بتتكلم عن أهمية التعليم، ولا بتتكلم عن أهمية المعرفة، بقدر ما أنه هي بتدخلهم في جو من السلبية ويكتسبوا سلوكيات سلبية نحن قاعدين نعاني منها كثير. صح. غير كده للأسف حتى الكرتون بيقدر تصهر فيه الإيحاءات الجنسية للأسف. صح. فمفترض نحن كآباء وأمهات نعرف أولادنا دي قاعدين يشاهدوا شنو الحاجات المفترض هم يعينوا لها ويشوفوها، وشنو الحاجات المفترض نعمل لها فلترة، بحيث أنه نحن نقدر نعدل المعلومة الممكن يكتسبها الطفل
من 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 السوشيال ميديا بشكل خاطئ جدا. فلما نكون عارفين اولادنا بيحضروا في شنو بنقدر نعرف السلوكيات اللي ممكن يكتسبوها. ممتاز، خلينا هنا نرسل صوت لهم يا أستاذ لشركات الإنتاج الإعلامي عندنا في السودان، يعني هم ما شايفين شغلهم مع الأطفال. خلينا نقول مفروض إنه يكون في إنتاج كثيف، وخلينا نضع كلمة كثيف دي بين قوسين، إنتاج كثيف للطفل ونوعي. السوداني ونوعي. أيوة. الله ينور عليك، لأنه الحاجة دي برضو زي ما قلنا بتسهم في تنشئة الطفل وفقا وطبقا للعادات والأعراف والتقاليد السودانية المسموح به والما مسموح به في من ناحية جوانب كثيرة جدا. أيوة. فنحن عندنا بجد نقص وإقلال كبير جدا في المسألة دي. نحن لسه متواصلين معك أستاذ، ومشاهدينا الكرام خلونا نطلع فاصلة عند الكنترول، تفضلوا. مرحبا من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن في خواتيم حوارنا ونقاشنا ولقائنا مع الأستاذ محمد يونس علي يونس اختصاصي الإرشاد النفسي، وكنا بنتكلم عن صفة العناد في الطفل. تحدثنا عن العناد يمكن بشيء من التفصيل، وللأسف فاضل لنا دقيقتين بس نتكلم فيها عن المشكلات كمان اللي بتواجه الطفل في المدرسة، في المناهج المدرسية، نوع الدروس اللي بتقدم للأطفال ديل، إنه هي نظرية بس وما ميدان. فنتكلم في الجانب ده كمان. إحنا لو أخذنا التواصل للنقطة الجبال عن العناد نفسه، فقاعدين نشاهد كثير من الأطفال أنه بيرفضوا يمشوا للمدارس نسبة لأنه بيئة المدرسة ما جاذبة بالنسبة للطفل، غير أنه المواد فيها كثير من الدروس اللي ممكن تعلمه القيم والجوانب المعرفية اللي ممكن يستفيدوا منها ويستندوا عليها في مستقبلهم، لكن للأسف هم في أعمار محتاجين لتمليك مهارات أكثر من تملية دروس أو معلومات نظرية. أيوة نظرية. فالجانب ده مهمل جدا صراحة، والحاجة دي سهلة يا أستاذ محمد، يعني ممكن تمليك المهارات. مثلا نفترض أنه في سين من الدروس في منهج ما بيتكلم عن صفة الصدق، المشكلة شنو لو مثلا المدرس ولا المدرسة قاموا في الفصل بعمل تمثيلية بسيطة بين تلميذين عن مسألة الصدق دي؟ الحاجة دي بترسخ المفهوم ده أكثر، صح؟ أكيد. يعني نحن بس شغالين نحشو حشو في عقول أطفالنا بدون، زي ما قلت، بدون تمليكهم أي مهارات تانية. المهارات دي حتى ممكن نمليكها لهم بأبسط الطرق وأبسط الأدوات، ما محتاجة أي تكاليف ولا أي صرف. أكيد. لكن نحن لو أخذنا جانب المعلم نفسه، فهو أنا بشوف أنه موقفه يعني ضعيف. ليه؟ لأنه حتى المعلم نفسه محتاج وعنده احتياجات المفترض يغطيها، فده بتشغل باله بأنه ما يقدر يبدع ويطلع كل ما عنده، لأنه بيكون ملخوم بحاجات تانية، نسبة لدخله الضعيف. يقول لك على حسب قروشه ما أنا بديهم، حسب المرتب أنا بديهم. دي مشكلة كبيرة جدا، وأتمنى إن شاء الله في العقد الجاي والحكومة الجاية إن شاء الله سواء كان انتقالية أو منتخبة يولوا اهتمام كبير جدا بالمعلمين والبيئة المدرسية. في تأكيد إن شاء الله دل حيكون السبب الأول والأساسي من الأعمدة الأساسية لنهضة الأمة السودانية إن شاء الله. صح، وبتنشئ جيل واعي ومثقف وحفيظ وخالي من الحصيف وخالي من العناد إن شاء الله. ترك لك المساحة، رسالة أخيرة أستاذ للأسرة السودانية وعلاقتها بالاختصاص النفسي والأطفال. المشكلة شنو لو الأسرة السودانية شالت الطفل وعرضته على اختصاص نفسي، وعرضت نفسه أيضا على اختصاص نفسي عشان هو يساعده منه هم ينشئوا علاقة سوية ما بينهم وبين طفلهم ده؟ أنا رسالتي لكل الآباء والأمهات أنه ما كل المشكلات اللي بيواجهوها الأطفال ممكن تحل بالشكل الاحتيادي والتقليدي اللي احنا تربينا عليه أو قمنا عليه. غير كده شكل تعاملنا مع الأطفال بيعتمد على مدى المعرفة اللي احنا كسبناها وعرفناها، فده بيتطلب وعي وإدراك مننا. وفي كثير من دور التدريب والمعرفة بقت متاحة لكل أم ولكل أب ممكن تكتسب منها المعرفة، وفي دورات تدريبية بتوريك أنك أنت كيف تتعامل مع طفلك وكيف تستعد للمرحلة العمرية الجاية، على أساس أنه نقدر نربي تربية علمية وفي نفس الوقت يعني نحل كثير من المشكلات اللي ممكن تلاقينا وتواجهنا وقاعدين نعاني منها. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد يونس علي يونس اختصاصي الإرشاد النفسي، نورتنا كثير جدا ومعلومات قيمة ومهمة جدا، أنا على صعيد الشخص استفدت منها جدا. إن شاء الله. شكرا لك كثير. الله يبارك فيك. يديك العافية. الله يسلم.